والمحور الثاني هو القدرات التنظيمية للنسق السياسي والنسق الاقتصادي والنسق الصحي والنسق التربوي. إذا أردنا أن نبحث عن المستقبل ونرى للمستقبل، يجب علينا أن نرتكز على هذا المحورين الأساسيين، المنظومة التربوية والمنظومة الصحية. إذا أخذنا أمثلة مثل كوبا، فرغم قدرات متواضعة لكن لديهم منظومة تربوية قوية ومنظومة صحية قوية، وأنتم تعلمون ذلك.